بالتعليم وتنضم إلينا مباشرة مرة ثانية ولاء الحديني مراسلة النيل من إحدى هذه المدارس. إليك ألاء مرة ثانية. نعم شهاب، بالفعل يعني كما ذكرت في ظل الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة للاطمئنان على صحة الطلاب ولمتابعة سير العملية التعليمية في ظل هذه الظروف ولخطورة مواجهة خطورة فيروس كورونا، تم إرسال بيانات بالأمس إلى كافة مديريات التربية والتعليم على كافة محافظات الجمهورية، وبالفعل تم إرسالها مرة ثانية إلى مدارس كافة محافظات الجمهورية. هذه البيانات تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. يعني نحن الآن أمام نموذج قام بتطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع. لمعرفة كيفية تطبيق هذه الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها من قبل هذه المدرسة، وهي مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم في منطقة العبور، ينضم إلي على الهواء مباشرة ضيوفي الأستاذ أحمد عبد الفتاح مدير المدرسة، والدكتورة سامية القاضي طبيبة أطفال، والأستاذة فيفيان نبيل. برحب بحضراتكم على شاشة النيل الأخبار. في البداية برحب بحضرتك، يعني أود أن تطلعني على أهم ما جاء في البيان الذي تم إرساله من مديرية التربية والتعليم بالأمس، وما هي بنود البيان والإجراءات التي تم التشديد عليها؟ طبعا خطة الوزارة أن احنا نحاول نمنع أي انتشار للعدوى عن طريق عدم السماح بالتكتل أو التجمعات، نسيب مسافة بين الأولاد، نحافظ على النظافة العامة السانيتيشن، ونحافظ على النظافة الشخصية الهيجين، بحيث أن احنا نعلم أولادنا ونوعيهم أن هم يعني يغسلوا ايديهم قبل الأكل وبعد الأكل، لما بياكلوا على الديسكس بتاعتهم لازم ينظفوه على طول، لازم برضو لما بيروح التويلت بيتبعوا بوسترات تعليمية معينة موجودة هناك، البوتي رولز بتاعتهم ازاي يتعاملوا مع الكلام ده. عندي موفر عندي في المدرسة نانز تتعامل مع الطالب او التلميذ في داخل الحمامات، بحيث ان برضو نحافظ على السلامة العامة. نفس الكوريدورز النظافة بتاعت الشخصية في المدرسة كمان موفرة، ان انا عندي عيادة مجهزة بكل الأجهزة بكل الأدوية وطبيب مقيم 24 ساعة. عندي تاني حاجة حجر صحي، أوضة حجر صحي كورنتين روم. يعني فيما يتعلق بالجانب الصحي يعني دكتورة، شكرا لسيادتك. دكتورة سامية القاضي، حضرتك دكتور كلميني عن كيفية تطبيق هذه الآليات وما هي الإجراءات اللي حضرتك بتتخذيها يوميا في التعامل مع الطلاب. بداية من وقت دخول الطلاب للمدرسة بنتابعهم، لينا ملاحظات عليهم، مثلا لو في لاحظنا ان حد مثلا تعبان او في اي اعراض عنده زي ارتفاع في درجة الحرارة او كحة مثلا او رشح، بنبدأ نتعامل ناخده على العيادة ونفحصه كويس، واذا لقينا ان في اي اعراض انفلونزا حتى عادية او اي حاجة بنبدأ نتصل بولي امره، واذا استدعى الامر ان هو يجي ياخده من المدرسة. وطبعا اهم حاجه ان احنا بنمر يوميا ملاحظتي ليهم قبل اول ما يدخلوا المدرسه، بعد كده بعد ما يدخلوا الفصول بنبدا نمر كل يوم الصبح على الفصل علشان تهويه الفصل، نظافه الفصل والاسطح جيدا، التنبيه على الاطفال وتوعيتهم بخصوص الاكل الصحي والاهتمام بالسوائل بكثره، كل ديت علشان جسمهم يقدر يقاوم لو في اي عن. شكرا على اسف جدا، شكرا لحضرتك، بس اكيد الجانب التوعوي ده هتفيدنا فيه الاستاذه فيفيان نبيل. استاذه فيفيان كلميني عن الجانب التوعوي، حضرتك قبل الهوا كنت بتقولي لنا. احنا فعلا عملنا جانب توعية للأطفال وللبيرنس من خلال صفحة المدرسة. بدأنا الأول مع انتشار قبل حتى ما تجلنا الإعلانات أو التنبيهات المشددة من وزير التربية والتعليم أستاذ رضا حجازي والإدارة، كنا بدأنا بالتوعية من خلال ندوة عملناها للمامي هنا في المدرسة بعنوان معلوماتية طبية، إزاي أن أنا أهتم بنظافة بتاع طفلي، وإزاي أن أنا أهتم بالأكل الهيلثي، وإزاي أن أنا أحافظ على سلامة الطفل في أي مرض إن كان موجود سواء كان في فيروس منتشر أو لا. ومن خلال التوعية اللي تمت جوه الفصول للأولاد إن إحنا إزاي بنغسل طريقة الغسيل، إن أنا
بشبك ايديا في بعض بطريقه معينه، الدكتور دخلت ادت بيها محاضره على الفصول كلها، من خلال برضو ان احنا كنا دايما بنتابع الطلاب وسلوكياتهم انها تكون سلوكيات سليمه، ان انا ما باخدش ادوات زميلي، ما استعملش التيشو بتاع زميله او اخد حاجه. ميرسي جدا لحضرتك، شكرا 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 معذرة شكرا. يعني هذه بعض الآليات التي تم اتخاذها في هذه المدرسة، مدرسة العبور، كنموذج من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي قامت بتطبيق هذه الإجراءات الوقائية الاحترازية على أرض الواقع. نعم إليكم. شكرا لك ولاء الحديني، كنت معنا من إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.